طيب تعالوا نروح نشوف تكريم وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لهداية ملاك بطلة العالم في التايكوندو، بطلة بطولة الجائزة الكبرى اللي اتلعبت في المكسيك، الميدالية الذهبية والصعود إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. تعالوا نشوف تكريم مهندس خالد عبد العزيز لهداية ملاك بطلة العالم في التايكوندو، ونرجع بقى ناخد الفقرة العالمية في كورة كل يوم إن شاء الله بعد ما نشوف التقرير. الحقيقة بالنسبة لنا هدايا ملاك دي مثل رائع جدا للفتاة المصرية، هدايا متميزة جدا من طفولتها، وأنا متابع يعني تقدمها بشكل كبير. لكن اللي عملته هدايا الحقيقة في مسابقة الجائزة الكبرى اللي أقيمت في المكسيك في نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي، وإن هي تبقى تطلع من الترتيب الثامن للترتيب الثالث على العالم، تفوز على نمرة 2 ونمرة 1 على العالم الأسبانية والبريطانية، وتتأهل من مسابقة الجائزة الكبرى في المكسيك مباشرة إلى ريو جانيرو، دي حاجة غير مسبوقة. أنت عارف حضرتك إن إحنا عندنا 50 لاعب ولاعيبة تأهلوا بالفعل، لكن مجموعة حوالي 15 منهم أو أقل حاجة بسيطة هم اللي تأهلوا من التصنيف العالمي، منهم هدايا ملاك، منهم حسام بكر، منهم إيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل، لكن أنا سعيد جدا، ومنهم طبعا شيماء حشاد وعزمي محلب. أنا بس مش عايز أقول كل الأسماء، لكن كل اللي أنا عايز أقول لحضراتكم إنها هدايا النهاردة إن شاء الله واحدة من المرشحين بقوة للحصول على ميدالية أولمبية بإذن الله في ريو جانيرو. لكن علينا نحسن الإعداد، نحسن التخطيط، معسكرات تبقى على أعلى مستوى، البطولات اللي تشارك فيها تكون مدروسة بشكل كبير جدا. أتمنى إن شاء الله إن هداية تكون أول لاعيبة مصرية تحصل على ميدالية أولمبية إن شاء الله. الحقيقة أنا يعني كنت عضو في مجلس إدارة نادي الصيد قبل تولي المنصب، و تابعت هدايا من يمكن وهي عندها 5 6 سنوات، كانت لاعبة نادي الصيد وكانت ملتزمة التزام كبير جدا، وكانت دائما بتحقق بطولات الجمهورية. لكن الحقيقة التفوق العالمي اللي هي فيه دلوقتي دي حاجة يعني نشهد بها للاتحاد التايكوندو وللجنة الأولمبية المصرية، لأن هدايا يمكن لغاية فترة بسيطة جدا كانت ترتيبها نمرة 8 على العالم لغاية يمكن أسبوعين من النهاردة، لكن الأداء اللي أدته في المكسيك وفوزها وحالتها النفسية والمعنوية والبدنية الرائعة اللي خلتها تكسب نمرة 2 على العالم ونمرة 1 على العالم، طلعتها في مرة واحدة من نمرة 8 لنمرة 3، وبأصبحت النهاردة الحمد لله واحدة من المؤهلات للريو جانيرو والمرشحات بقوة إن شاء الله لحصول على ميدالية. الاستعداد القادم إن شاء الله الاتحاد التايكوندو عامل خطة كبيرة جدا لكل المعسكرات، بطولات في المغرب وخارج المغرب ومعسكرات كل البطولات الدولية، لكن اللي يهمنا يعني بشكل كبير جدا إن المعسكرات والبطولات دي ما تتأخرش دقيقة واحدة، وده اللي هتعمله وزارة الشباب والرياضة. برضه هقول لحضراتكم أنا قدمت الحقيقة الاعتذار ده لأن أنا إحساسي زي أي مواطن مصري، أنا يوميها بعد المباراة كنت حالتي ما كنتش مبسوط جدا. كمان اللي كان مزعلني الحقيقه مش الهزيمه او ان احنا ما تأهلناش، احنا ده وارد في الرياضه، ممكن تأدي اللي عليك ويكونش موفق في يوم، ممكن تضيع ضربه جزاء منك، ممكن ما تبقاش في يومك النهارده، ممكن الفريق اللي قصادك يكون موفق بشكل كبير. لكن اللي انا كنت عندي الاحساس بيه الحقيقه ان الفريق بتاعنا لم يؤدي الاداء اللي احنا كنا متوقعينه، لم ما حسيتش ببذل الجهد بشكل كبير جدا والعرق في سبيل التأهل، ده اللي حسيت ان الشعب المصري متضايق، وانا ما كنتش عارف اعمل ايه اكتر من ان انا كتبت على صفحتي في الفيسبوك ده الاعتذار اللي انا اقدر اديه. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، الحساب الفني هو حساب الجمعيات العموميه مش حسابات حكومة. بمعنى أنا النهاردة في جمعية عمومية انتخبت هذا الاتحاد عشان يدير الكرة المصرية لمدة 4 سنين، إذا هذه الجمعية العمومية اللي انتخبت الاتحاد الكرة شايفة من وجهة نظرها أن هذا الاتحاد لم يحسن إدارة الكرة المصرية، لم يحقق النجاح اللي كان مطلوب عند انتخابه، لا الحق أنها تطالب بعقد جمعية عمومية تسحب منه الثقة. أما أن الحكومة تتدخل للاتحاد ده النهاردة ما كسبش مباراة، نشيل الاتحاد الثاني عنده لعيب لم يؤهل فنحل الاتحاد، دي مش هتبقى رياضة. الحكومة ليها دور معين هو الاهتمام بالبنية الأساسية في جميع الأماكن، الصرف على الاتحادات في إطار الاستعداد للبطولات والتمثيل القوي لجمهورية مصر العربية في كل المحافل الدولية، ونفس الوقت الرقابة على الأموال التي تصرف أو أي أموال تهدر أو يساء استخدامها، بنتدخل على طول نقدر نحول هذا الكلام إلى النيابة. لكن ما يدخل في الأمور الفنية اختيار المدرب، التشكيل اللي نزل بيه المباراة، اللعيبة اللي استعان بيها في الوقت ده، اللعيبة ما كانتش موفقة أو موفقة، ده مش دورنا، ده دور الاتحاد نفسه.
نفسه في محاسبه الجهاز الفني والاداري، ودور الجمعيه العموميه في محاسبه الاتحاد الذي تم اختياره. طبعا اكيد سبورت قوي جدا ومسؤوليه كبيره ايضا. الانجاز اللي تم ده مرحله خطوه في طريقنا للاولمبياد، ده الهدف الاولي. الهدف النهائي اللي هو الهدف النهائي هو تحصيل ميداليه اولمبيه ان شاء الله. هي كده هدايه ضمنت مكانها في الاولمبياد عن طريق الرانكينج العالمي، وده الاصعب باقي مصر 3 مقاعد، الكوتا لكل دوله على مستوى العالم 4 أماكن بس في الأولمبياد رياضة التايكوندو لكل دولة. كده فاضل لنا التصفيات الأفريقية إن شاء الله في الأسبوع الأول من فبراير في المغرب. عندنا 3 أماكن إن شاء الله نتأهل بالثلاثة إن شاء الله. إن شاء الله نأمل بمساعدتكم ومجهوداتكم إن أنتوا تلقوا الضوء على الأبطال اللي زي هدايا ملاك وهم قليلين يعني، ونقلل شوية بس اهتمامنا بكرة القدم. والله هدايا طبعا دي بنتنا وإحنا بتتمرن معانا بقالها مدة. هدايا ان شاء الله بعون الله هي وزمايلها. على فكره احنا بس بنحب نوضح انه الانجاز اللي حصل ده في اتحاد التايكوندو من خلال الرانكينج ده بالنسبه لهدايا، انما ان شاء الله احنا عندنا ابطال وبطلات ان شاء الله في التصفيات الافريقيه هيتاهلوا ان شاء الله، هيبقى ناخد الكوته كلها المقرره لينا كمصر يعني، وهنمثل مصر ان شاء الله تمثيل مشرف، ونوعد حضراتكم والشعب المصري كله بتحقيق انجاز في ريو دي جانيرو ان شاء الله. ده شرف ليا ان انا يكون ليا تكريم زي ده، وبشكرهم على التكريم ده وعلى دعمهم على طول، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله هحاول اجتهد واعمل اللي عليا واسيب النتيجه دي ان شاء الله على ربنا ان شاء الله. انا عندي 22 سنه وفي جامعه دلوقتي في كليه فنون جميله. لا ان شاء الله، لا يعني طبعا هجتهد عشان يبقى ارفع علم بلدي ان شاء الله.